الله أكبر لما هللوا ودعوا في عرفات، الله أكبر لما وقفوا بالمزدلفة وتقطعوا بالجمرات، الله أكبر لدى خلقي ورضا نفسي وزينة عرشي ومداد كلماتي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة واصيلا. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن يومكم هذا يوم مبارك، رفع الله قدره وعلى ذكره وسمه وجعله عيدا للمسلمين. هنيا لكم هذا العيد، جعل الله أيامكم دوما وسرورا، وزادكم بالعيد بهجة وهبورا. تقبل الله طاعتكم وعلى درجتكم، وكفر عنكم من سيئاتكم، وعاده الله علينا وعليكم وعلى أمة جمعا بالخير واليمنى والسعادة والعز والنصر والتمكين للإسلام والمسلمين من شائر العزمى التي يتقرب بها المسلمون إلى ربهم في هذه الأغر. شعيرة ذبح الأضاحي اقتدى بخليل الإبراهيم عليه الصلاة والسلام ونبي الله وحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، يقول سبحانه وتعالى: فلما أسلم وطله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدق الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. أيها المسلمون، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر لله الحمد. إن من أفضل الطاعة وأجل القربات في هذه الأيام التقرب إلى الله تعالى بذبح الهدايا وأضاحي. قال الله سبحانه وتعالى: فصلي لربك وانهار. وقال سبحانه وتعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله الأسلم وبشر المخبتين. وعن أنس بن رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكفشين أملحين أقرنين سبعهما، وسمى وكبر وضع رجله على سفاهيما. وعن زيد بن أرقام قال: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم يوم النهر عملا أحب إلى الله عز وجل من حراقة الدم، وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأسلافها وأشعارها، وإن الدم لقى من الله، وإن الدم لا يقع من الله عز وجل من مكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر لله الحمد. أيها المسلمون، ثم اعلموا يراكم الله أن ربكم شعر لكم في هذا اليوم ذبح الأضاحي والزلفى إلى الله والتقرب إليه. وقال سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحيا ومماتي لله رب العالمين، ويستحب للمدحي أن يأكل منها ويحدي ويتصدق. وقال سبحانه وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، أي يناله طاعتكم وما وقر في قلوبكم من خشية وتعظيم أمري. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله ولله الحمد. أيها المسلمون، الإسلام أساس التوحيد، دين البشارة والرحمة، وأركان الإسلام كفارة للخطايا، فمن لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. وفي القرآن الكريم قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الصلاة: واقم الصلاة طرف النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات. وبالاجتناب الكبائر يقول سبحانه وتعالى:
إن تجتنبوا كبائر ما تنحون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وفي الجانب الأخلاقي والسلوك قال النبي صلى الله عليه وسلم أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أقربكم مني مجلسا يوم القيامة وحاسنكم أخلاق وحاسنكم أخلاق ورحمة الإسلام عامة لجميع الخلق. وقال سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد. أيها المسلمون ومن مقاصد الإسلام العظيمة التي تتجلى في مشهد الحج في العقيدة والعبادة والشعار توحيد كلمة المسلمين وجمع قلوبهم ولما شاء